اكتر مدير فني بحترمه الفتره الاخيره في الكوكب ده هو توماس توخيل، لان توماس توخيل مدير فني عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيلعب على ايه الماتشات. علشان كده توماس توخيل مدير فني من اللي بيعجبوني جدا، عارف امكانيات فريقه، ما عندوش اي مانع ان هو يلعب جيم تكتيكي 5 2 3 بيعجبون في الهجمات المرتده، بس الفرقه واقفه جوه الملعب دفاعيا صح. عكس مدير فني الناحيه الثانيه قرر يكافئ اوسخ لاعب طول السنه ان يحط اساسي النهارده جوه الملعب. تشكيلة بيب جوارديولا، تغييرات بيب جوارديولا، مدرب لا يستحق التتويج بالبطولة السنة دي. القصة مش قصة انك طول ما بتفكر تفتي اكتر هتبقى موفق اكتر. السنة دي جت معاك بالصدفة بالدوري، لان كل الفرق في انجلترا وقع، الفرق كلها ضايعة خالص، ليفربول، مانشستر يونايتد، حتى تشيلسي مع لامبرت كان ملوش هوية وكان واقع تماما. النهاردة كل ما الناس من مستني ان انت تكافئ اللعيبة اللي كانوا افضل عندك طول السنة انك تحطهم جوه الملعب، فين جو كانسيلو؟ فين جو كان قاعد على الدكة ليه النهاردة جو كانسيلو؟ ليه النهارده تلعب بغير ديفندر؟ من قوه خط الوسط بتاعك النهارده وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين وموجود معاهم كاجن دوجان، هم دول ثلاثي نص الملعب، ومعروف ان كيفن دي بروين هيميل ناحيه الشمال ناحيه رحيم، ومعروف ان انت هتقتل ناحيه رياض محرز، ومعروف كمان ان انت الناحيه دي ضايعه عندك خالص دفاعيا، لا رياض بيدافع ولا برناردو بيدافع. تشيلسي لو كان عنده مهاجم محترم الشوط الاول كان كفيل انه يخلص 3 4، بس انت مع ذلك كنت مكابر وقاعد تتفرج، والمهم بالنسبه لك انك تثبت ان نظرتك في رحيم ستيلينج انه لعيب كبير وفي الاوقات الصعبه بينقذ الفريق، فشلت فشل رهيب جدا. عملتها مع ديمين سيلفا السنه اللي فاتت وطلعت بفضيحه، السنه دي قررت تعملها في نهائي دوري الابطال، المره الاولى في تاريخ مانشستر سيتي انه يوصل دوري ابطال اوروبا ويلعب النهائي، تقرر ان انت تعمل تشكيله ما يعملهاش واحد كفتاجي. بيب جوارديولا ما استحقش ان هو يطلع النهارده فايز، بس مع الاسف الشديد اتحرق دمنا جوه الملعب واحنا بنتفرج على فريق ملوش ملامح دفاعيا ولا ليه ملامح هجوميا، لا انت في حاله دفاعيه عارف تدافع ولا في الحاله الهجوميه ليك كوره خطيره. حتى الكرة الخطيرة الوحيدة اللي اتلعبت جات لهذا الرحيم واستلمها غلط، استلم الكرة جوه الملعب وهو كان بره الملعب، لدرجة ان حرفيا ريش جيمس عمل عليه مباراة دفاعية ممتازة، ريش جيمس عمل مباراة دفاعية ممتازة على رحيم. لا، تشيلسي بالطول والعرض يستحق ان هو يطلع متوج النهاردة. تشيلسي يستحق كل تقدير وكل احترام. الراجل لما حس ان مانشستر سيتي بدا يخش في الجيم اكتر الشوط الثاني قرر ان هو بسرعة كبيرة جدا يجي مغير ويطلع موسم مونت اللي كان عنده واجبات النهاردة دفاعية بامتياز. طلع موسم ونزل كوفاتيتش ولعب 3 في نص الملعب، بقت 5 3 2 وبقت محترمه جدا، وتغيير تيمو فيرنر دي برده محترمه جدا برغم المجهود اللي عمله تيمو، برغم الكور اللي تيمو بيضيعها، بس تيمو وجوده مهم جدا. وكاي هافرتز النهارده اختيارك ليه في التشكيله كانت حاجه عبقريه من توماس توخيل. يا جماعه، المدير الفني اللي بيقرر ان هو يبدا مباراه صعبه جدا ببساطه وبواقعيه بيستحق ان هو يطلع كسبان فيها، انما المدير الفني اللي بيفتي وبيهبط وبيعمل حاجات كتيره جدا لدرجه ان هو تحس ان هو الراجل نفسه ان الكوكب ده كله يفضل يتغنى بعظمه بيب جوارديولا التكتيكيه وعظمه بيب جوارديولا الابداعيه، مع ان الموضوع اوقات كتير بيكون ابسط من كده بكتير. الواحد محروق دمه، الواحد قرفان، بس في عز نفس الوقت ده انا كنت شايف ان مانشستر سيتي ما يستحقش ان هو يعمل اي حاجه جوه الملعب، ما يستحقش ان هو يطلع كسبان من البطوله باي طريقه. حتى لما الكره بتاعت الرياض الاخيره ضاعت قلت اتاخرت كتير، لان بعد اصابه كيفن دي بروين الفريق اساسا ما كانش شايف هو كيفن في الملعب، فالفريق وقع اكتر بعد اصابه كيفن، واضطريت ان انت تطلع رحيم ستيلينج وتسيبه 75 دقيقه علشان خاطر تحرق دم الناس كلها، تبين فعلا انك مدير فني عنصري. بيب جوارديولا مدير فني عنصري، دي حاجه اول مره بقولها هنا. كنت بدافع عليه في الكلام اللي كان بيتقال ان هو بيعنصر ضد الرياض، لا، بيب جوارديولا مدير فني عنصري. خسرنا السنه اللي فاتت نهائي كاس الاتحاد الانجليزي بسبب عنصريته وحبه الغير طبيعي لدافيد سيلفا، والسنه دي بنخسر دوري ابطال اوروبا لسبب ان الراجل بيقرر ان هو يجامل رحيم ستيلينج. في الناحيه الثانيه مدير فني قدم مباراه ممتازه جدا تكتيكيه، قدم مباراه هو عارف بيعمل ايه، اعتمد على الهجمات المرتده، اعتمد على كاي هافرتز ودقته في احراز الاهداف وتيمو فيرنر وتحتيه وكمان موسم مونت، الراجل ثابت 3 4 2 1 بيتحول في الحاله الدفاعيه بيتحول فيها ل 5 3 2 او 5 2 3. الراجل النهارده يستحق كل تقدير واحترام. شابو توماس توخيل يستحق التتويج، شابو بيب جوارديولا لانك عرفت تخسر نفسك النهارده وعرفت انك تظلم رياض محرز الحاجه الوحيده اللي كانت منوره الفتره الاخيره بجانب خط الدفاع بتاعك، عرفت تبان ان انت عندك خط دفاع قوي بان انت مش عارف قدامه ديفندر، ولا كمان عارف تدي رياض محرز الحق اللي كان لازم ياخده ان هو يكون مؤثر جدا النهارده في النهائي، لانك قررت ان انت تبني لعبه كله الناحيه الثانيه. فحسبي الله ونعم الوكيل في بيب جوارديولا اللي عمله فينا النهارده.